بسم الله الرحمن الرحيم. Income elasticity of demand. Income elasticity measures the responsiveness of demand to changes in income. Demand and income. The formula that expresses this relationship: percentage change in quantity demanded over percentage change in income. يعني نسبة أو النسبة المئوية للتغير في الطلب over النسبة المئوية للتغير في الدخل. يعني قد إيه الطلب بيتغير بنسبة كام لما الدخل بيتغير بنسبة كام. يعني أنا دخلي اتغير بنسبة كذا والطلب اتغير بنسبة كذا، يبقى أنا عايز أشوف قد إيه الطلب بيتغير كل ما الدخل بيتغير، علشان أقدر أقيس في المستقبل لما الناس دخولها تتغير الطلب على منتجي أو على خدمتي أو على سلعتي هيكون قد إيه. Income elasticity of demand for tourism. إحنا اتفقنا إن الـ income elasticity بالنسبة للـ demand، يعني إزاي الـ change in income affects the change in demand. تمام؟ كلمة demand بقى دي اللي احنا عاملين نقولها كتير مننا مش بيبقى فاهم يعني ايه tourism demand او الطلب السياحي. تمام؟ نشوف كده السلايد دي بتقول ايه theoretically، وبعد كده نشوف ازاي نترجمه لارقام والكلام نحسه ونفهمه. Demand has been found to be relatively income elastic if it is measured by tourism expenditure. If the demand is measured by tourism expenditure, less elastic if the measure is total tourist nights or numbers. يعني ايه الكلام ده؟ ادي يا سيدي demand، وزي ما قلت لك كلمة demand انت مش حاسسها. demand يعني tourist nights، numbers expenditures، nights يعني عدد الليالي السياحية اللي قضاها عندي السياح، ده اسمه طلب سياحي. numbers يعني عدد السياح اللي جم مصر، ده اسمه برضو طلب سياحي. expenditure يعني الدولارات اللي صرفها سياح في مصر، ده برضو اسمه طلب سياحي. يعني كلمة طلب ممكن تطلق على ثلاث أشكال: عدد الليالي، عدد السياح، حجم الدولارات اللي صرفوها. يعني مثلا أقول السياح جم قضوا عندنا في مصر 100 مليون ليلة سياحية، كانوا هم 8 مليون سائح، صرفوا عندنا 8 مليار دولار. يبقى أنا كده عبرت عن كلمة الطلب بثلاث أشكال. فبيقول لي أنت لو أنت بتقيس المرونة بالنسبة للدخل وعندك ثلاث أرقام للطلب، هتلاقي الرقم اللي حساس قوي لتغير الدخل الإكسبندتشر. النايتس والنمبرز هيتغيروا مع تغير الدخل، بس هيكون معدل تغيرهم أو الإلاستيستي بتاعتهم أقل من الإلاستيستي بتاعت الإكسبندتشر. خد مني المثال ده. دلوقتي احنا أسرة أربع أفراد، أب وأم وطفلين، متعودين يسافروا كل صيف أسبوع يصيفوا. إذن عدد الليالي 7 ليالي، عدد الأفراد 4، الإنفاق في الظروف الحالية مثلا دلوقتي هم بيصرفوا في 5000 جنيه في المصيف الأسبوع. ربنا فتحها على الأسرة والدخل زاد جدا، لما بيجوا يسافروا مع زيادة الدخل وارتقاء في المستوى المعيشة ما يقدروش يصيفوا أكتر من أسبوع لارتباطهم بالتزامات تانية، زي مثلا مقيدين بفترة أجازة الأب اللي هي ما بتزيدش عن أسبوع. تمام؟ يبقى عدد الليالي احتماله إنه يتغير قليل. عدد الأفراد هم كده كده أسرة من 4 أفراد، يبقى هم اللي هيسافروا برضو 4 أفراد. إنما بقى الإنفاق، لما كان دخلهم قليل كانوا بيصرفوا 5000 جنيه في المصيف، لما بقى دخلهم عالي مش هيصرفوا 5000 جنيه، يصرفوا 10000 15000. فبالتالي ده أكبر رقم هيبان عليه التغير، فبالتالي هو ده أكبر رقم هيكون فيه الإلاستيستي عالية. تمام؟ يبقى أنا دلوقتي عندي بعبر عن الطلب بثلاث أرقام: الرقم الأولاني النايتس، الثاني النمبرز، الثالث الإكسبندتشر. ناخد مثال عملي. متعودين دخلنا محدود، متعود اسيف في جمصة، اقضي اسبوع مصيف في جمصة الاسرة من 4 افراد. لما بقى دخلنا عالي، لا مش هنروح جمصة اني مور، هنروح الجونة.
بس هنسافر برضو اسبوع واحنا الاسر الاربع افراد. يبقى كده الالاستيسيتي واضحه قوي في الاكسبندتشر، والاقل في الاستيسيتي وكل حاجه بس اقل وضوحا في النايتس وفي النمبرز. طب هما ليه ممكن النايتس تتغير وممكن النمبرز تتغير؟ لان انا ممكن حسيت بقى معايا فلوس خلاص، ممكن بدل ما بصيف اسبوع لا خلاص انا هحاول امد الاجازه شويه واضغط على الشغل واقول لهم ان انا هاخد اجازه 10 ايام. النمبرز بعد ما كانت فلوسنا يا دوبك بتكفينا احنا الاربعه بس، لا ممكن اخد ماما ممكن اخد حماتي، فممكن العدد يزيد. ده احتمال وده احتمال، مش 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 بمعدل كبير، فالالاستيستي فيه اقل. بس اللي اكيد هيتغير ان انا مش هروح جامس ياني مور ولا هروح بلطيم ياني مور، لا انا حضرتك رايح الجونه، فبالتالي اللي اكيد هيتغير ويبقى مور الاستيك الاكسبندتشر. الكلام ده مكتوب ازاي؟ نقراه مع بعض سريعا. ده الكلام اللي انا لسه قايله لك. The reason، السبب في الالاستيستي عاليه في حتت بتاعت الاكسبندتشر واقل في النايتس والنمبرز. Consumers whose income rise may still be constrained by time، هيفضل مقيد بفترة الأجازة بتاعته. Constrained by time to the same length of tourist trip. But substitute، لكن أكيد هيغيرها ب a higher priced one. تمام؟ وبيقول لي إن لما tourist trip particularly a vacation، لما الرحلة السياحية خصوصا متعلقة بالأجازة الموسمية زي المشتى أو المصيف، أنا اتعودت إن أنا كل أجازة نص السنة أشتي، أسافر 3 أيام مشتى. وكل اجازه صيف اسافر اسبوع اصيف، هو دي اسمها الفاكيشن. اصبحت ايه؟ becomes an established part of a household expenditure، اصبحت جزء اساسي من ميزانيه الاسره. household expenditure يعني ميزانيه الاسره. في الحاله دي a fall income، لو احنا دخلنا كاسره اقل، ده هيؤدي بيا الى ايه؟ cheaper vacation، اكتر من انه يؤدي بيا الى اننا fewer vacation. يعني لما دخلي يقل هروح ادور على اسبوع ارخص، بس مش هلغي الاسبوع او هخلي الاسبوع 3 ايام. تمام؟ ده احصائيا على مستوى العالم. دخل اقل يعني اجازه ارخص، مش اجازه اقل او ان انا الغي المصيف او ان انا اخليه بدل ما هو اسبوع المصيف اللي انا متعود عليه يبقى 3 ايام بس. تمام؟ ده على مستوى المجتمعات، عشان تقولي لا اصل ممكن نعمل ممكن، بس القاعده العامه بتقول كده، الاحصائيات العامه بتقول كده. المثال اللي كنت بقوله لك اهو، when times are hard many families might vacation at Gamasa or hire a small flat at Alexandria for a week. With increases in income هيعملوا ايه؟ they might take the same length of vacation، فين بقى؟ at a 5 star hotel. خلي بالك 5 star without s، 5 star قلناها قبل كده، 4 star 5 star مش بنحط s عشان ما يبقاش خريج الكليه وبقولها غلط، ما اسمعش حد فيك يقولها 5 stars ولا 4 stars، 5 star. 5 star hotel at شرم الشيخ او الجونة، لان انا بقى معايا فلوس كتير، فبالتالي هبدل الاجازة الرخيصة باجازة غالية.